السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ناديه كامل، والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض العيش بالصدق بطريقه طبعا نظيفه وطريقه سهله جدا، وان شاء الله لما تعملوه طعمه هيعجبكم جدا. يا ريت الحاجات دي اللي هي منتجات اللحوم والحاجات دي نعملها في البيت. طبعا هنغسل الخضار بتاعنا كويس وضامنين الصدق او اللحمه اللي احنا جايبينها. طبعا اللي بره ده بيبقى عباره عن عيش بالدهنه وفي حتت صدق بس كده. يا ريت تتابعوا معايا الوصفة وإن شاء الله هتعجبكم جدا. يلا بقى نشوف عملنا ايه ومقاديرنا ايه. عندي هنا ده كيلو دقيق مخبوزات انا نخلاه، ودي معلقة صغيرة ملح، وعندي ايه دي نص كوباية زيت. هحط كل الحاجات على بعضها. وعندي هنا دي نص معلقة صغيرة خميرة، نص معلقة صغيرة خميرة ومعلقة كبيرة سكر على نص كوباية مية دافية. انا حاطة خميرة قليلة ليه؟ سبتهم دولت كده بقالهم حوالي 10 دقايق عشان الخميرة بتاعتي ايه تتفاعل. انا حاطة نص معلقة صغيرة خميرة عشان انا مش عايزة الخميرة بتاعتي، مش عايزة العجينة بتاعتي تخمر. يعني انا عايزه ايه، مش هسيبها، مش عايزه العجينه يبقى فيها قلب، عايزاها تبقى رقيقه كده زي اللي بنشتريه من بره. فايه انت بقى لو عايزه العجينه بتاعتك فيها قلب حطي، زودي الخميره شويه وتسيبها تخمر. لكن انا هعجنها، انا هعجنها ويا دوبك هسيبها تريح كده حوالي نص ساعه، وبعد كده ايه وبعد كده يعني احط بقى الحشو فيها، اقرصها الاول واسيبها تريح كمان 10 دقائق، وبعد كده ايه احط فيها الحشو على طول. الكوبايه دي بتاخد مني 200 مللي يا ميه. انا كده هشوف هتاخد مني قد ايه. دي ميه يا دوبك دافيه هعجن. طبعا احنا عارفين مش بنحط الميه بتاعتنا كلها مره واحده، لان العجين مش كله، الدقيق مش كله بيشرب ميه زي بعضه. هبتدي بكوبايه. كده الكوبايه ما كفتش، هكمل بقى ايه، هكمل نص الكوبايه الثانيه. هحط النص اللي فاضل وهعجن. اذا لقيتها بقى محتاجه تاني وحطيت ميه تاني هحط، وهقول لكم خدت مني قد ايه بالظبط. خلاص كده انا بقالي حوالي 7 دقايق بعجن العجينه بتاعتي. خلاص كده خلصناها. بصوا اهي العجينه، اهي عجينه يعني مش ناشفه قوي ومش طريه، متوسطه. انا على فكره خدت ربع كوباية مية تاني، يعني أخد كوبايتين مية كاملين ب400 مللي، ونص في الخميرة وربع تاني، يبقى أخد 3 كوبايات إلا ربع، يعني حوالي كام؟ حوالي 550 تقريبا مللي. فأنت ما تحطيش المية مرة واحدة، لأن في جي ممكن ياخد منك 500 مللي بس. بس أنا هعمل إيه بقى؟ هغطيها بكيس أو بأي غطا حلة كده، وهسيبها إيه نص ساعة تريح. وعبل بقى ما تريح، انا عندي هنا طماطم اهي، عندي طماطم جامده هغسلها، وعندي فلفل برده وفلفل رومي، وده قرن فلفل حامي لو مش عايزه بلاش هغسلهم وهقطعهم، وعندي كمان زيتون اسود بقى اخضر اللي عندك هقطعهم عبل دي ما تريح، وبعد كده هنرجع مع بعض. خلاص العجينه بتاعتي بقى لها حوالي نص ساعه ريحت. اي طبق عندك اهو، حطيت فيه حبه زيت وبدهنه. همسك بقى ايه العجينه بتاعتي هقرصها بقى ايه. بصوا العجينه لما ريحت بقت طريه ازاي، شوفي بقى الحجم اللي انت عايزاه اهي كده اهي. بس كده حلو قوي. انا بقى هعمل ايه، هقرص بقيه العجينه وهغطيها وهسيبها 10 دقايق ايه تريح. وبعد كده بص انا عندي ايه، عندي بقى الحشوه بتاعتي اهي. دي طماطم مقطعه حتت صغيره، وده زيتون.
الحشوة بتاعتي اهي، هفضي الطماطم هنا، دي طماطم لحمة بس، يعني انا ايه فضيت القلب اللي فيها والمية، والزيتون بتاعي مقطعه طبعا، لو عايزة تحطي اسود اخضر اللي انت عايزاه، وده كده الفلفل، ده فلفل رومي، وعندي بصل، دول بصلتين كبار مقطعهم كده مكعبات، وعندي بقى انا مش هحط غير فلفل اسمر عليها، معلقه ايه صغيره مليانه، مش هحط توابل لان الصدق مليان توابل، فانا ايه هبعد دولت كده الاول. بصوا انا ايه هقلبها وهشوف لما احط الصدق هدوقها، اذا لقيتها محتاجه ملح هحط نقطه، ما لقيتهاش محتاجه ملح خلاص، لان الزيتون عندي فيه ملح وكمان الصدق فيه ملح، فايه مش هحط ملح من الاول علشان الحاجه ما تبقاش حادقه معايا. كده هي قلبتها على بعض، وانا قلبتها لوحدها من غير ما احط الصدق عليها، علشان لو حطيت الصدق من الاول وانا بقلبها الصدق طبعا هيتفعص، والجلده اللي فيه هتتشال وهيحصل له حاجات ايه. همسك بقى الصدق، انا بقطعه بالمقص، احسن حاجه عشان الصدق ما يتبهدلش منك ويطلع من الجلده اللي فيه دي، بقطعه بالمقص كده. بصوا اهو بيفضل كده ايه محتفظ الغلاف اللي هو الهنك اللي بتاعه اللي بره. هقطع بقى ايه كل كميه الصدق دي وهقلبهم واظبط الملح بتاعهم، وايه هرجع لكم. خلاص كده العجينه بتاعتي ريحت، هفردها بقى. بصوا انا عايزه الرخامه دي زيت، انت اول ما بتريحي العجينه بتتفرد معاكي على طول. هخلي دي بقى دي كده برضو عايزه الرخامه تحتها زيت، وهجيب التانيه هنا هفردها، عشان انا ايه هحط الاتنين فوق بعض، يعني هفرد واحد واحط الحشو عليه وبعد كده التاني فوقيه واقفلهم. ممكن انت تعمليها واحد بس وتحطي الحشوه في نصه وتروحي ماسكه النص التاني قلبه عليه تانيه عليه. خلاص كده الحشوة بتاعتي اهي، احط بقى حبة كده، هفردهم، هفرد بقى الحشوة، يعني هسيب الحروف كده حوالي سنتي واحد من الحرف، هو ده اللي ايه عشان اقفل. ده القرن الفلفل الحامي اللي انا قلت لكم عليه، طبعا لو مش عايزه حامي ما تحطيش. انا هقطع كده كام ترانشويه، دي جبنه رومي طبعا مقطعه حتت صغيره، بس كده النص التاني بقى اهو حطه عليه. بصوا بقى هعمل ايه، يعني الحرف ده كده اهو اتنيه بقى على ده، الحرف اللي تحت بتاع الرغيف اللي تحت هتنيه كده وتبت عليه جامد قوي، علشان وهو بيستوى ما يتفتحش ويشر بقى البصل طبعا والطماطم والحاجات دي كلها، هتشر دلوقتي الميه اللي فيها، فايه علشان ما يتفتحش والحاجات دي تطلع في الصينيه وتلزق بقى وتعمل لنا ايه ما تعرفيش تطلعها من الصينيه وتتقطع منك.
عندي الصينية دي اهي، احط فيها شوية زيت، ادهن الصينية كويس زيت علشان ما يلزقش فيها العيش. حطه بقى شوية كده عشان ميبقاش ايه مكلكع قوي. وهتبت تاني، هتبت تاني على الحروف دي عشان مش ميتفتحش معانا. عندي بقى ايه دي حتة زبدة مسيحيها، هاخد بقى من الفرشة. طبعا انا مش هدهن وش ولا بيض ولا اي حاجة، هي لم مسحة زبدة سايحة عشان الوش بتاع العيش ياخد كده لون دهبي يبقى حلو معانا. انا هولع ايه، ولعنا الفرن على 180، هحطه على الرف الوسطاني. اول ما يستوى من تحت هروح بقى ايه طافيه من تحت ومشغله الشوايه. عندي شويه سمسم اهم، او ممكن تحطي حبه البركه لو مش عايزه سمسم تحطي حبه البركه، لو ما عندكيش خالص مش مشكله، هو ده بس عشان يدي منظر حلو بس كده. بس كده هحطه بقى في الفرن ولما يستوي هوريه لكم. وانا بقى ايه هبقى اعمل بقيه الكميه بقى ايه مع نفسي. خلاص يا حبايبي الرغيف بتاعنا طالع من الفرن، بصوا واخد لون جميل ازاي، بصوا سامعين الخروشه. دي طبقه حته الزبده اللي انا دهنت بيها هي اللي خلت الوش بتاعه كده مقرمش. انت طبعا لو عايزاه يتطرى خلصي الكميه اللي عندك كلها وروحي مغطيها بحاجه فهتعرق على بعضها وهتضطر، لكن لو عايزاه مقرمش كده خلاص يبقى سيبي عريان. بس كده الوصفه بتاعتنا خلصت، يا ريت تجربوها وان شاء الله هتعجبكم. يا ريت بقى الوصفه بتاعتي لو عجبتك لايك وشير الفيديو واشتراك في القناه لو اول مره تزور القناه، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده. مع السلامه.